السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موضوع ان انت تحط اكتر من مادة في المية. فخلينا نرسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام؟ طبعا ده هيقع فلازم امسكه فهثبته بديت بالشكل دوت. طيب هنبدأ نحط بقى في المية. خلينا نحط مثلا شوية كده اهو، وخلينا نختار تبقى مية بالشكل دوت. طيب عايزين نبدأ نحط بعض المواد. خلينا مثلا نقول في مادة اهيت، الشكل دوت، وخلينا نختار ان دي الماتيريال بتاعت دي مثلا هتبقى ستون، والماتيريال بتاعت دي وود، والماتيريال بتاعت دي ايس، والماتيريال بتاعت دي هيليوم، تمام؟ طيب خلينا نبدأ. هتلاقي الهيليوم بدأ يطلع لفوق فهثبته بالشكل دوت. طبعا كل واحدة من دول تقدر تمسكها وتعدل في الدنسيتي بتاعتها، تعدل في الماس بتاعتها. بص حصل لها ايه؟ لا تقلت قوي فبدأت الحاجة كلها تنزل لتحت اهوت. الفريكشن بتاعتها تقدر تعدل فيها. الخشب مثلا ممكن نقلل الدنسيتي، هتلاقيها ارتفعت اهيت. طيب دي نقلل الدنسيتي بتاعتها، الوزن بتاعها، هتلاقي الحاجات بدأت تطلع هي شوية، تمام؟ ديت الدنسيتي بتاعتها 7 كيلو لكل متر مربع، فنقدر نتحكم فيها بالشكل دوت. فدي بتبقى سهلة جدا ان انت تشرح للطالب مثلا هنا الفورس اهو، القوة بتاعتها فين، راحة فين، السبرينج بتاعتها. ممكن تقول له طب وريني الفاليو بتاعتها، وريني الانجل بالشكل دوت، والفيلوسيتي برضو تقدر تشوفها. كل حاجة بتتحرك هيبدأ يوريك الفاليو بتاعتها والاسم وكل حاجة.